بابو أين أنت؟ أها، لقد وجدتك. ماذا تفعل يا بابو؟ أستعد لتذوق هذه الآيس كريم. واو، إنها شهية جدا. سألتهمك بقدمة واحدة. ها؟ أين الآيس كريم؟ هذا أنت يا أوكتو؟ آسف، لكنها شهية جداً. لا تقلق، فأنا لدي دائماً مزيد من الآيس كريم لنتشاركها معاً. يامي. بابو كون آيس كريم، استمتع بالنكهات اللذيذة.